هل زعجك نبش تويتات؟ يعني قلت لي انه انت ما لا بتستحي بقول انا بمواقفك، ما عندي، انا ماني مستحي. انتبه يعني نبش لك انتبه، سجلك العدلي تويتريا الدكتور ما جعجع، شيء يفتح. يعني انا بس لمين عم بيوجه برضو انا هالرسائل تويتر كده؟ حاطه سر، انا برايي عم بجرب يقول للمملكه، عم بجرب يقول انه لايكو هذا شو قايل، اوكي، انه اذا انا بدي جاي بقول وقت الفا اللي يحكم الاخوان المسلمين وكل هالقصص وكذا. ذات شيء نحن عم نقول، نحن عم نقول. بعدين هذاك انتبه، انا اللي قايله بس مشان نوضحه عن موضوع اليمن، انا اللي قايله انا ضد حرب اليمن. انتبه، انا لهلا ضد حرب اليمن، مني انه انا مستحي باللي قلته. انا لهلا ووقت اللي قلته انا بال 2015، اولا بحب اذكر شغلي بال 2015 كانت المملكه معي بالرئاسه بوقتها، خلينا نتذكر، يعني قلتوا كانت المملكة معي، وقلت سيد نسي الله سيد الكل بوقتها، وقلت كل هون. بس أنا قلت بوقتها، أنا بوقتها كان كمان حرب اليمن لا دخلوا علي الحزب ولا توسعت بهالإطار ولا، بعدين بس توسعت رجعت بالتويتر كنت أقول أنا مع الحزب بسوريا، أنا باليمن لا تعنيني، يعني أنا أوكي بفهم وما ما 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 لا تعنيني. هلا إذا بتجي تطلع إنه هيدا هذا، انه انا برجع بقول لك اني انا ضد حرب اليمن اكيد، وانا ضد حرب سوريا وضد اي حرب، يعني انا مني مع الحروب، يعني انا بقول لك لانه ستنعكس سلبا على لبنان. ونحن كنا بسوريا لو يفلت الملأ بسوريا اكثر من هيك كنا صرنا بحرب اهليه بلبنان وكان تدمر البلد. هذا مشان هيك ضده، مش لانه بيجي بقول لك انت مع الرئيس الاسد. انا بحب الرئيس الاسد اكيد، بس انا فيني اثر بسوريا اذا على بكره تغير شيء ولا ما تغير. بس بدك تقول لي انت بتحب الرئيس اسد، اذا ما كنت مع داعش معناتها انت تمنك وطني، خيي لا مش مزبوط. هذا الموقف كان، يعني خليني ارجع للمواقف الداخليه. انت ضد هالدوله او ضد هالدوله كمان مش منطق. كان يعني عم بتقول لي منفتح على الحوار مع الجميع، على مين بتراهن اكثر شيء؟ يعني الدكتور جعجع موقفه حاسم، ما بده يصوت لك، غير مقتنع. طيب هل تراهن أنا على بقول الانسان عدو ما يجهل يا جورج، انه العالم هلا انا عم شوف، خيي شفت الفرنسيين، شفت كل العالم، حتى المعلومات اللي عندهم اياها عني يمكن ما بيعرفوني، بيسمعوا معلومات بيسالوا هالناس اللي بيعرفوا، ويمكن هالناس ما كثير بتحبني بتخبرهم عذبهم. بس تتعرف على الانسان وتقعد معه يمكن تتفاجأ كتير إيجابيا أو سلبيا. يعني في ناس بيقولوا لك عنهم كتير من يقعد معهم تتفاجأ فيهم سلبيا، في ناس بيقولوا لك اقعد معهم. أنا بقول العالم لازم تقعد مع بعضها، لازم تحكي، يمكن العلاقة والحوار بيوصل لمحل إنه 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 الأشياء اللي بدها سنين تتنحل بالواسطة أو بالحوار تنحل أو بجلسة، تنحل بجلسة. شو سر دعم يعني أنا مع الرئيس عون أول ما بلشت العلاقة ما بنعرف بعضنا، كنا عم نحكي بانتخابات الشمال، عندنا مع الوزير جبران باسيل شيء 20 جلسه ما قدرنا حلينا، رحنا مع رئيس عون ربع ساعه حلينا كل شيء. يعني عم بحكيك الامور كيف هي، يعني بقى الامور بقول انا انه في ناس تقعد تركب الكيمياء يمكن ما تركب، انه هيدا الجو كيف بتصير، بس انا بقول انه ما نقبل نحاور، هيدا منه منطق.